العرب على أقسام، فمنهم العرب البائدة، عرب انقرضوا وهم عاد وثمود وجديس وغيرهم وأميم وغيرهم، وهناك العرب العاربة وهم مثل قبيلة جرهم، والعرب الثالث هم العرب المستعربة وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كيف تأسست مكة وكيف تكونت؟ في صحيح البخاري تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خبر بناء البيت، فتقول رضي الله عنها: لما أنجبت هاجر، إبراهيم عليه السلام لم يرزق بالأبناء إلا في كبر سنه، فرزق من هاجر، وكانت هاجر جارية لسارة، فلما أنجبت بإسماعيل غارت سارة فقالت: غيب وجهها عني، فأخذها عليه الصلاة والسلام وأخذ ابنها، ثم ساروا من الشام إلى مكة، فكانت هاجر تعفي آثار أقدامها عن سارة، ولهذا قال: أول ما اتخذ المنطق للنساء كان من قبل هاجر، كانت تعفي آثار أقدامها عن سارة. لما وصلوا إلى مكة قبل أن يكون فيها بيت وقبل أن يكون فيها أنيس ولا حسيس، فيأتي إبراهيم عليه السلام فيأخذ هاجر وابنه إسماعيل ويضعهم عند دوحة عظيمة، ويضع الطعام ويضع السقاء وينصرف. الآن هاجر تلتفت إلى إبراهيم عليه السلام، هي في مكان لا أنيس فيه ولا حسيس وليس فيها أحد، قالت: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ لم يلتفت، فأعادت قالت لعله لم يستمع: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فأعادت ثالثة: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ هاجر تعلم أن قلبا كقلب إبراهيم عليه السلام يستحيل أن يترك أهله في هذا الوادي ويعود إلى الشام، فقالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. هذا الموقف العظيم من هاجر يدل على قوة إيمانها ويقينها بالله سبحانه وتعالى. إذن فإن الله لا يضيعنا.